يا عبد الله. هذا فيديو يوثق انفجارات الغارات الإسرائيلية في سماء مشفى الأمل في خان يونس، لكن اللافت أن من التقطه قد قتل والمشفى أعلن عن خروجه عن الخدمة. إسرائيل تواصل استهداف مشافي قطاع غزة من الشمال حتى الجنوب، وفي مقدمتها الشفاء والأمل والناصر والمعمداني. أموال، أسلحة، أنفاق أو جرحى من المقاتلين الفلسطينيين وحتى أسرى إسرائيليون، جميعها ادعاءات أفصح عنها القادة العسكريون الإسرائيليون لتبرير الهجمة المفتوحة على المشافي منذ بدء الحرب، وهو ما تنفيه حماس. في هذا المجمع العديد من نشطاء حماس والجهاد الإرهابيين، وكبار القادة يختبئون في المستشفى، وعندما دخلنا وجدنا بعضهم يقاتلون ضدنا في هذه المنطقة. على مدار أكثر من 170 يوما شهد الملاذ الآمن للغزيين اشتباكات عنيفة عرضت إسرائيل خلالها الأطقم الطبية والنازحين والجرحى للقصف والقنص والتشريد والاعتقال، آخرها حصار مشفى الشفاء. مسكوا قسم قسم، بلشوا بقسم الطوارئ، نزلوا الشباب وصاروا بالآخر في شوية شباب ما نزلت، لما الشباب هاي ما نزلتش صاروا بالإعدام يعدموا. المنظومة الصحية في قطاع غزة تعمل بشكل جزئي في ظروف كارثية في ظل وجود آلاف الجرحى والمرضى ونقص الوقود والدواء، فمنذ بداية الحرب أخرج أكثر من 25 مشفى من أصل 35 عن الخدمة، وهو ما يراه البعض محاولة غير معلنة للتهجير القسري.